يا زياد، من سنة لم أو تم تدشين عيادة متعددة الخدمات في بلدية سيد مخلوف ولاية الأغواط، ولكن تموقعها البعيد عن الحي جعل السكان يطالبون بإعادة فتح عيادة جديدة، والتفاصيل مع ناصر قيدي. فتح عيادة جديدة بسيدي مخلوف ولاية الأغواط ساهم في تهميش عيادة الشهيد بلغويني مصطفى، وهو الأمر الذي يرفضه المواطنون. كيف فتحوا لنا العيادة الجديدة؟ هذه فكرة زينة، لكن خلونا هذه مهمشة. بعض المعدات داوهم لنا إلى العيادة الجديدة. هنا كي تجي إذا كان طبيب خارج في عطلة ما تلقاش، يقول لك لازم تروح ليه. صح، النقطة السلبية أنك دائما إذا كنت مريض ولا حاجة لازم تكري تكري كروسة ب 20,000 40,000، كل واحد كيفاش. الناس تروح الزوالي ما عندوش، تروح تكري سيارة ب 40,000 ولا 20,000 كما قال خويا. سمعتني، مش عارف شحال، مسافة بعيدة ياسر، الناس مش طايقة الله غالب عليها. صحيح، ودي الزوالي واللي راه هنا واجبه هنا يتفتح ما يسكرش. هذا المستحسن هنا راه جاي وسط البلاد، راه كاين اللي ضعيف وكاين اللي يدير البرا وكاين اللي ماهوش طايق وكاين اللي كذا، حقه هذا يتفتح يعود على قانيه. تموقعها وسط المدينة وقربها من الأحياء الشعبية جعل المواطنين يطالبون بإعادة الاعتبار لها. السكان طرحوا مشكلة، وخاصة الحي القديم، أن هذه القاعة كانت بقرب من سكنهم، وخاصة بعد أوقات العمل أصبحت القاعة الجديدة بعيدة نوعا ما. لكن ننوه السكان أنهم يمكن اللجوء إلى سيارة الحماية المدنية في حالة مستعجلة، فتقوم الحماية المدنية بتوصيلهم إلى العيادة في أي وقت. بعث الروح من جديد في هذه العيادة سيساهم لا محالة في رفع الغبن عن المواطنين. ستدخل المحطة